ميني كرافت الجوال. اليوم ان شاء الله راح نقاتل فريزر، بس قبل حابب اقول لكم على كم شغله. اول شيء الا وهي انه العالم اللي كنا عم نلعب فيه كلياته راح، لان انا حذفته بالغلط، وهلا عدت من الصفر وقتلت كل الشخصيات، يعني السبع حلقات كلياتهم اللي قبل، هلا انا رجعت عدتهم ووصلت لعند فريزر. هي اول شيء. ثاني شيء، منشان بيت جوجو دورت بهذا الماب كلياته حرفيا، مو كلياته طيب، يعني على مساحه كبيره، اكيد ما راح يكون ابعد من هيك، يعني الصراحه تعبت من التدوير فما لقيت بيت جوجو. والثالث الا هو منطقه ناميك، مثل شكرا على هذا التعليق، كان على طول عم بيقول لي دور على منطقه ناميك فيها كرات دراغون بول. ان شاء الله باخر فيديو راح نجيب كرات دراغون بول بالكرياتيف ونشوف شو الاوامر اللي راح نامر اياها مشان يحقق امانينا. فهدول بس ثلاث شغلات كنت حابب لكم عليهم. خلينا نبلش الفيديو ونقول بسم الله. اوكي، يا هلا والله بالمنطقه الجديده، مثل ما انكم شايفين. طبعا انا هلا رجعت رقيت كل شيء وظبطت الوضع، وبهالمره بصراحه بلشت بدايه احترافيه. اوكي، ومثل ما انكم شايفين دمي 420 والطاقه عندي ما رقيتها بالمره، بس اني هو اللي بدي لكم عليه انه بلشت بشكل احترافي، يعني الضربه تبعيتي قويتها كتير ورقيت الهيلث، والطاقه ابدا ما رقيتها، بس انه هدول يعني شيء منيح. اوكي، هيك من دون تحول انا بالنسبه هلا كتير قوي عن قبل. طيب، مشان السوبر سايان، طبعا راح السوبر سايان كان على ليفل 10 وانا هلا ليفلي 7، فبس يصير ليفلي 10 رح نحسن نتحول على السوبر سايان، يعني بس نكون عم نقاتل فريزر وهو متحول، يعني وقت لما اتحول على سوبر سايان بالقصة بتحول هوني بماين كرافت بهذا المود ان شاء الله. طيب خلينا نشوف القصة ونقول بسم الله. اوكي، خلينا نشوف كل فريزر. طيب بس بظن انه هاي المنطقة ابدا ما انا منيحة حتى نقاتل فيها فريزر، لان مليانة كلياتها لافا ومي، فخليني ندور لي على منطقة كويسة. بظن انه هناك محل التلج ممتاز. اوكي، لان لسه هي المنطقة لسه ما خربناها تبعت التلج، فخلينا نروح نخربها على السريع. اوكي، وهذا البويم اللي هلا رح نتقاتل فيه مع فريزر ونشوف شكل فريزر. طبعا معي 4 حبات طاقة ومعي لحمة بتكفينا لاخر السلسلة ان شاء الله. طيب خلينا نجي لهون نحط على القصة فريزر. هاي اللحظة انا كنت عم انتظرها من اول السلسلة انه نقاتل فريزر، رح تبلش هلا. اوكي، يا هلا والله فريزر، كيفك؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام. اوكي، بس الام عنده شكله زبالة درجة مو طبيعية. طيب انا هلا ماني متحول على ولا تحول، ما بعرف الوضع كيف رح يكون، اذا صعب ولا اوكي. الدمج تبعيته قوي، حرفيا دمجني تقريبا 100، ف يب الضربة تبعيته 100 وانا دمي 300، يعني محتاج مني، محتاج حتى يقتلني 4 ضربات. اوكي، خليني اخذ حب الطاقة. هولي شيت، انا وين نزلت؟ رح اكل اكل شكلي حتى مو. طيب خليني بعد بهالطريقه، تعال فريزر لهون. هولي شيت، ما احسن تتجنب، اجت بوجهي دغري. طيب يا جماعه بس خليني اقرب عليك شوي وبعد عن المي من هون. اوكي حلو، كان التفادي طلعت فوق على الكره الطاقه. خلينا نجي لهون، طبعا غيرت لون الطاقه تبعتي سويت لونه احمر، فيابو ما معي ولا كره طاقه، يعني ما فيني اقتله عن بعيد بالمره، فالوضع رح يكون بوكسات. تعال انزل يعني عليك، حاجة تطلق كرات طاقة ما في لا داعي. خلينا نحط على العصاية تبعت جوجو. اوكي، عم بصير جلتش هيك عم يختفي لما ينتقل لعندي، ما بعرف شو عم بصير. هولي شيت، تحول لفريزر. اوكي حلو، تفادي اسطوري. خلينا نروح له بعد ما تحول هيك. لا تطلق علي يا حبيبي، تعال بوكسات. هولي شيت، شكله عصب صح. طيب بقى لي حبتين طاقة، لازم انتبه كيف عم باخدهم. اوكي اوكي كان تدميج حلو بس ما خلاني اكمل. خليني بعد من هون شوي لان المنطقة دمرت اصلا. اوكي لهون، تعال قرب علي، ما بدي اياه يطلق علي كرات طاقة، قرب لهون. اوكي المي عم يدفشه، ما بدي انزل لتحت لان رح يقتلني ورح يحصرني بالقرنة. خليني بعد يا عيني، هولي شيت شلفني جوا المي. اوكي خلينا نهرب، بس لو انه معي بحسن اعمل كرات طاقة كان هلأ ربيته، لان هو محصور بالمي، فبدي هلأ طالعه كيف بدي خليه يطلع من دون ما يضربني. هولي شيت، اوكي طالعني هو منيح ولا ما طالعني؟ رد خلاني اغطس هون، يلا مجد بس على هذيك البلوكة. هولي شيت، اوكي تعال بوكسات فريزر، تعال هون. اوكي حلو، بس قرب عليه رح ينزل ويوقف هالمسخرة تبعت كرات الطاقة، تعال هون. اوكي المنطقة شوية خطرة لان كلياتها مي، فالمي هو اللي بيحركني على كيفه مو انا على كيفي بروح هون. طيب تعال انزل لو سمحت يعني فريزر. هي
هولي شيت، لا مو كل هالقد قريب يا مجد، مو كل هالقد قريب. كل حب الطاقة منيح، نطلع ورا كتير حلو، طلعنا من هذيك المنطقة كلياتها ماي. اوكي طلاق وحدة يلا. اوكي طلاق، خليني اقرب عليه شوي. تعال اوكي عصي، هولي شيت، هذا بس يعصى دغري بيطلق كرة طاقة بفجر الدنيا. خليني بعد، اوكي اكلت وحدة على وجهي، ما لحقت بعد ولا شي. اوكي تفادي حلو، ما عاد عندي غير حبة طاقة وحدة، حبة طاقة وحدة، فلازم اني انتبه عليها شوي. يا هلا والله، هولي شيت، شو هون كل محلات في مي، خلينا نوسع تلتال شوي. اوكي تعال هون فريزر، ما فينا نسحبه هيك، لازم اسحبه من هون. اوكي عبى الدنيا مي مرة تانية وانا راح موت. اوكي ممتاز، طلعت من المي، تعال تحول مرة تانية. يب بتحول مرة تانية، هلأ صار على الشكل الثالث. خليني بس بعد، المعركة بلشت تصير خطرة. تعال انزل يعني عليك، نزل بالماي. تعال فريزر، هولي شيت، لا بعد لا تضرب يعني عليك. اوكي الوضع بلش يخوف، خليني اطلع شوي بعد من هون. اوكي تفادي اسطوري كان، تعال نربيك بهاي العصاية. اوكي عصي مرة تانية، عصي خليني. اوكي فجر المنطقة اللي كنت انا واقف عليها. يلا يا شباب بتكون شي، بتوقع انه هاي النهاية خلاص، راح يقتلني هون وعصيت تحت التلج انا. طيب مجد خلي حبة الطاقة بايدك وطلع شوي شوي من دون ما يلقني. اوكي ممتاز هيك، حبة الطاقة كلها. لا ما بدي موت، ما بدي موت، شوي شوي. هي المنطقة تمام. اوكي رجع فريزر من الاول، مع انه هذا الشيء رح يعذبنا هيك اذا كل مرة بده يتحول ويصير هيك. طيب خليني اوكي، نططي نططي، لا نططي رجعت زبالة. هرب يت ويب ستارت. اوكي لازم نستنى 30 ثانية. اوكي فريزر المرة الثالثة، اوكي كان كومبو حلو بس ما خلاني كمله. متت متت، اوه ماي جاد. يا شباب بنكون وصلين لنهاية هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. رح نعطي جزء تاني لفريزر لانه الصراحة كان كتير قوي، وانا لسه كمان ليفلي ما نو عالي، وكمان لا تنسوا انه معنا تحول السوبر سايان، فان شاء الله بالفيديو اللي جاي رح اجيب تحول السوبر سايان، يعني رح يصير ليفلي 10 ورح يصير انه نقتل فريزر اسهل، لان هو فيني اقتله انا هيك اذا لعبت بجد، بس صراحه يعني صعب كتير. فيب فمثل ما انكم شايفين، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك. كان معكم مجد وجلوري وبس، سلام.